He has طيب يلا it's okay يلا خلصينا. He has psychological problems. مين؟ he ولا he? He has psychological problems. Okay, هي قصدها على ال he هذا الدب هذا الوايف مو عليك. Hi guys, مرحبا أهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب تعلم الإنجليزية مع حياة. وطبعا بابا معي اليوم. السلام عليكم، مرحبا، يسعد مساكم جميعا. اليوم رح نحكي عن الأحرف الساكنة في اللغة الإنجليزية. طبعا العربي بيختلف عن الإنجليزي، معظم الكلمات في العربي مثل ما بنلفظها تكتب، بس في الإنجليزي في كتير أحرف تكتب ولا تلفظ. In English there are so many letters that we write but we don't pronounce. Okay, فهلا رح نعطي كم مثال كيف هو اللفظ الخطأ. طبعاً أنا رح ألفظ خطأ وهي رح تلفظ اللفظ الصح. And my dad will pronounce them incorrectly and I will pronounce them correctly. And if you want to improve your English pronunciation, then you're in the right place. So let's get started. Okay. بنبلش مع الكلمة الأولى اللي هي climb. 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 قولوا معي. Climb. Climb يعني يتسلق، يعني هون البي هو حرف ساكن بس أنا لفظته طبعا لأني أنا بلفظ اللفظ الخطأ. So climb has the word B at the, I mean the letter B at the end, but we don't pronounce it, it's silent. Okay، بنجي على الكلمة الثانية اللي هي debt، هو الدين، الدين. Debt، لفظ الخطأ، incorrect pronunciation، debt، debt. And the correct pronunciation is debt, debt, debt. Okay, نجي على الكلمة اللي بعدها. Thumb, thumb, اللي هو الإبهام. Thumb. And the correct pronunciation is thumb. قولوا معي. Thumb, thumb. So give us thumbs up to this video. Okay. نجي على الكلمة الثالثة. المشط، كومب، كومب، كومب. طبعا هذا اللفظ الخطأ، incorrect pronunciation، كوم، كوم. في نحن المشط نحن العادي نحن بنسميه هير براش، بس الكوم هذا ما بعرف شو اسمه بالعربي، نسيت شو اسمه، فنحط صورة هذا هو الكوم، بس البراش او الهير براش هو المشط العادي اللي نحن بنستخدمه. هلا بنيجي على الكلمة اللي بعدها، لفظة تماما تماما مثل كلمة توم. طبعا توم نحن بنقول توم بالسوري باللهجة السورية، توم طبعا بالفصحى ثوم، بس نحن ما بنلفظ، يعني بعض المناطق بسوريا ما بلفظوا أحرف الأحرف اللثوية فبنقول توم، بس توم بالإنجليزي معناته قبر. أوكي، بس هلا أنا رح ألفظ اللفظ الخطأ، هي تومب، تومب. اللفظ الصح هو توم. قولوا معي توم، توم، توم. وهذا اسمه garlic. قوليها يا مرة تانية. garlic. بنجي على الكلمة البعدة اللي هي أوكي الرحم، الرحم. فاللفظ الخطأ هو womb، womb، womb. هلا بنشوف اللفظ الصح معها يا womb. كل مرة لما منسجل فيلم حدا بتصل فينا. طيب، طيب هلا رح نسأل هيا إنه كم شهر أنتي بقيتي برحم أمك؟ هيا how many months or how long did you stay in your mother's womb when you were a fetus? I think I've stayed in my mom's womb for about 9 months, so I was a healthy baby. Okay. منيجي هلا على الكلمة البعدها، علم النفس. Psychology. Psychology. اللفظ المشوف اللفظ الصح Psychology. قولوا معي Psychology. Four syllables. Psychology. Okay. هلا بنشتق منها الصفة يعني adjective بصير اللفظ الخطأ هو Psychological. فمنشوف اللفظ الصح معها يا Psychological. طيب هلا بنشوف مثلا مثال بنحطها بجملة. He not you. Okay. طيب it's okay. Okay. أشري ما في مشكلة يلا.
he has طيب يلا it's okay يلا خلصينا. he has psychological problems. هي ولا هي؟ he has psychological problems. اوكي هي قصدها على الهي هذا الدب هذا الوايف مو علي. Well, maybe I have some psychological problem. You never know. هلا قولونا بالكومنت بتعرفوا حدا عم يدرس psychology؟ هلا قولونا بالكومنت اكتبوا انه في حدا تعرفوه بدك بالانجليزي؟ انا عم بقول بالعربي تجي تقول ايه بالعربي؟ يلا. So now in the comments, please, if you know anyone who like studies psychology or something, tag him in this video. Okay.